مرحبا برج القوس، أهلا فيكم في القراءة العامة. أعزائي، هاي القراءة تصلح حق الطالع والشمسي وأيضا القمري أو أي من الكواكب عندكم موجودين في برج القوس. بس لازم عزيزي المتابع أنت اللي تشوف القراءة وتقرر إذا تنطبق عليك ولا لا. هذه القراءة العامة، يعني اللي يبونها تكون قراءة عاطفية ما يصير. هذه القراءة تتناول أكثر شيء الجوانب العامة من الحياة، الحياة العملية، الأموال، الصحة. راح بشكل سريع نشوف الحياة العاطفية. أول جانب راح نشوف الأموال عندك خلال هالشهر يا برج القوس. أوكي، تسعة السيوف. عندك قلق، في شيء يقلقك خلال هذا الشهر، مصاريف أوكي تحاتيها. ولكن هذا الكرت دائما يتكلم عن الخوف اللي مو مبني على حقيقة. يعني يقول لك هذا الكرت ان خوفك ما له داعي، وتحت هذا كرتك انت، كرت التمبرنس، هذا كرت برج القوس. فانت في موطن قوتك، وانت في انت على قدرة ان توازن مصروفاتك المالية خلال هذا الشهر، او تغير حتى من وضعك المالي اذا ما كان عاجبك. لان عندنا هني الامبراطور. اوكي، القلق هذا كله لانت قاعد تحاتي، عندك شيء تحاتي ماليا هذا الشهر. زين، ما له داعي، لان انت قادر ان تعيد توزيع الاموال القليله او الكثيره اللي عندك بحيث انها تغطي كل الاحتياجات. زين، هذا الكرت يقول لك لا تقلق، انت ايضا في موطن القوه. هذا كرت الامبراطور، راح يكون امامك الكثير من الموارد الماليه اللي انت تقدر تتصرف فيها، ولكن لا تقعد تصير عالق في هاي الكرت، في هاي الطاقة، طاقة الخوف، طاقة اللي في أمور أنا ما خططت لها. الحياة كلها ما نقدر نخطط لها، نحاول ولكن ما نقدر. خلينا نشوف الوظيفة. العالم احتمال كبير ان ستعرض عليك وظيفة او مهمة. اذا انت اصلا عندك وظيفة، راح تعرض عليك وظيفة فيها انتقال الى مدينة ثانية، نوع من الانتقال الى شركة جديدة، الانتقال الى فريق عمل جديد. راح يكون تغيير جدا ايجابي، لانه تحت عندنا مع تسعة الاكواب فيه تحقيق امنية راحت بالك في الوظيفة. مقبل على فترة جدا مريحة لك في العمل، محاط فقط بالناس اللي تحبهم وترتاح لهم. خلينا نشوف الحين جانب المشاريع، اللي منكم عندهم بزنس او يحبون يفتحون بزنس. اوكي، فكرت مين قلب. المشاريع ببرج القوس، ثمانية الأغصان. عزيزي برج القوس، راح يكون في محليا أحس هني الطاقة، الكثير من الطلب على خدمات مشروعك، منتوجات مشروعك في الفترة القادمة. راح تكون فترة فيها ارتفاع غير مسبوق، ارتفاع سريع في الطلب. احتمال حتى هذا النوع من الطلب اللي انت ما تقدر تجاريه بسهولة، يحتاج انك توظف ناس ازيد، انك تنتج اكثر عشان تكون على مستوى الطلب اللي قادم في مشروعك. تطورات جدا جميلة. اوكي، تساعدك ايضا حتى في الدخل. خلينا نشوف الدراسة، جانب الدراسة. الكوب الأول، يعني أحس إن في مساعدة راح يساعدك إياها أحد مسؤول في الجامعة أو في مكان الدراسة، معلم، مدير. ولكن هني كأنما النصيحة تقول لك بدل ما تخلي نفسك تقلق بدون ما تشارك خوفك مع الناس أو قلقك، تكلم أحسن.
عندك هنا طاقة الحديد الكلام، انك تطرق الباب اوكي وتقول عندي مشكلة في هاي المادة، هاي المادة بالنسبة لي صعبة، هذا المدرس مثلا مو متعاون، لان هنا في شخص راح يقدم لك يد المساعدة يساعدك ان انت تجتاز مرحلة شوي صعبة في الدراسة، راح يكون في انقاذ. ولكن اذا انت ما طرقت الباب شلون راح يعرفون ان انت تحتاج للمساعدة؟ خلينا نشوف الباحثين عن العمل. ملك الأرض، الباحثين عن عمل راح يحصلون عمل جدا جدا زين، عمل مو بالسهولة الواحد يحصل، الناس يحسدونك عليه، ان عندنا هنا ملك الأرض وملك الأغصان، احتمال هني ان في احد مقرب منك صديق او احد من المعارف يقولك بدل ما تبحث عن عمل ليش ما تبتدي مشروعك الخاص، عندك هاي النوع من الطاقة، او احد اوريدي من اهلك من معارفك موظف في مكان معين راح يساعدك ان تحصل على وظيفة في نفس المكان، ووظيفة مرموقة، وظيفة يعني احنا نسميها واسطة، في واسطة قادمة في الطريق. إذن خلينا نشوف الحياة العاطفية بشكل عام، سواء أنتم مرتبطين أو منفصلين، شلون راح يكون توافقك مع الشريك في الفترة القادمة في شهر سبتمبر. تسعة الخماسيات، كل واحد يتصرف على كيفه ويسوي اللي يبي. الفترة القادمة راح تكون شوي فترة جميلة لكل الشريك، ولكن شوي فيها انفصال. عندنا هني ثلاث الأغصان فيها بعد، احتمال ان احد منكم راح يسافر عن الثاني اوكي، احد منكم راح ينشغل بموضوع يخص العمل الاموال التحصيل اوكي، راح تكونون سعيدين ولكن مو سعيدين وكل واحد قاعد مع الثاني، فيها سعيدين منفصلين شوية، سعيدين وفيها ابتعاد، او مثلا راح تحقق نوع من النجاح وشريكك ايضا في نفس الفترة راح يحقق نوع من النجاح، ولكن هذا النجاح مو اللي انتو، مو عمل مشترك، عمل منفصل، رقم تسعة منفصل. ستة الاكواب، ولكن راح يكون دائما في رجوع بينك وبين الشريك لما تخلص هاي المهمات اللي من اجلها تسعون وراء المال وراء النجاح اوكي، راح يكون دائما في رجوع في حنين بينك وبين الشريك في الفترة القادمة. إذن العزاب منكم راح اسوي لهم قراءة مواصفات الشخص القادم في طريقك بعد هالقراءة ان شاء الله. خلينا نشوف الحين جانب الصحة. النجمة، أحس هذا أن خصوصا اللي منكم عندهم أمراض مزمنة أوكي، أو أمراض عاشوا معاها لفترة طويلة، عندنا هني فارس البطيء فارس الأب فترة طويلة بطء في التعافي، لكن أحس هني أن برج القوس بتصيبك ظروف تبعد اهتمامك عن المرض أو المشكلة الصحية، فهي بروحها تلقائيا تعالج نفسها، في امراض او مشاكل معينه ما تختفي ولكن تخف اعراضها بحيث انها تخلي الحياه تصير علينا سهله، مثل لو عندنا السكري، بعيد الشر عنا وعنكم، لما يصل السكري يكون تعافينا من ما نتعافى منه، ولكن نصل الى مرحله هني فيها استقرار، فيها تعودنا عليه وعرفنا شلون نثبت وضعنا الصحي مع وجود هاي المشكلة الصحية. إذا كان عندك الضغط تعرف شلون تحافظ على ضغطك مثلا مستقر، هاي نوع من الطاقة أن في محافظة في استقرار في الفترة القادمة. خلينا نشوف الحين آخر شيء الأمور القانونية. كارت الهايروفانت، كارت مأذون الزواج، ما أدري ليش أحس في الفترة القادمة أن الشخص، إذا عندك هني هذا كرت
احنا هني بعدين نسأل بخصوص الأمور القانونية، إذا عندك أي قضية موجودة في المحكمة أوكي أو في النظام القضائي. هذا الكرت يقول لك إن القاضي رح يحكم بالطريقة التقليدية الدينية وفقا لدينك أنت ودين الشريك أوكي. يعني إذا متعارف عليه في دينكم في بلدكم إن لما أنت تكون أنت مع الشريك منفصلين أوكي، الحضانة مثلا دائما تذهب إلى الأم، فهذا اللي راح يصير. ولكن مثلا إذا أيضا متعارف عليه إن لو تزوجت الأم الحضانة ترجع للأب، فهذا الحكم راح يكون وفقا للدين، وفقا للدين. وفصل أيضا هني قاعد أشوف فصل، إذا أنت مع شخص أو تتهم شخص أو شخص متهمك بشيء فيه استغلال مادي أو يطالبون تعويضات مادية، فهني راح يكون في فصل ما بين غلطك وغلط هذا الشخص، ما بين أنت بكم مدين وأنت كم عليك، راح يكون في فصل، فصل قوي لا عليك ولا ضدك هذا الكرت، ولا حتى حقاني. ما أشوف إن هالكرت طاقته حقانية، طاقته إن لا أنت ولا الطرف الثاني اللي هو خصمك في المحكمة راح يتحصلون اللي تبونه، لا، القاضي راح يحكم على كيف وفقا للدين أو وفقا للأعراف وفقا للشرع أوكي. لا أنت راح تكون راضي ولا هذا الطرف راح يكون راضي. نشوف الحين شنو هي طاقة التحدي اللي راح تتحداك لهذا الشهر، الطاقة اللي تحاول إنها تستفزك وتخرجك عن طريقك الصحيح. I won't cry for you. نوع من المكابرة بالضبط. هني حسيت بهاي الطاقة بخصوص أمور الدراسة، إن عندك مشكلة أو عندك شيء يقلقك داخليا بخصوص وضعك المالي أو بخصوص الدراسة ما قاعد تتكلم عنها، قاعد تقلق من دون ما تطلب المساعدة. التحدي أمامك هذا الشهر إن أنت تعبر عن الألم اللي فيك والصعوبة اللي قاعد تمر فيها مهما كان نوع الصعوبة، ولكن تعبر عنها بكلام صريح، مو بعواطف، مو بأنك تقلق وتتعب وتداري عن الناس. لا، هاي الكارت تقول لك التحدي إن ما تظل تداري عن الناس، بالعكس ما تكون تخاف أن تخفي دموعك وتخفي الألم اللي فيك، ما تدري يمكن أحد منهم يساعدك. والطاقة اللي راح تعاونك لهذا الشهر كارتين طاحوا، كرت واحد بليز، آيس كوين، راحة البال، ideas preserve non-action entitlement. في أمور خلال هذا الشهر راح تتعبك أو أنت أصلاً ما راح تكون عندك طاقة تتعامل معاها، أمور في البيت، الأطفال، التزامات مالية معينة، إنزين راح يكون في ترتيب للظروف المحيطة فيك بدون ما أنت تدخل، لأن أنت هني حاط راسك على الجليد ومرتاح. هاي الطاقة تقول لك لا تقلق، لأن بدون حتى ما تحاول أنك ترتب كل شيء في حياتك، إنزين في أشخاص في ظروف هي راح ترتب روحها بروحها. هاي الطاقة اللي راح تعينك، مثلا لو عندك التزام مالي بتشوف إنه في الفترة القادمة الناس يريدون أن يتعاونون معك، يصبرون عليك، عرفت؟ فلا تظل أن تقلق. طاقة الراحة، طاقة الاسترخاء. خلنا نشوف المفاجأة لك خلال شهر سبتمبر. ستة الأكواب، شخص من الماضي، ممكن يكون شريك من الماضي عاطفياً، صداقة قديمة من الماضي تذكر فيها الأيام البسيطة، الأيام الحلوة، الأيام اللي ما كان فيها وايد تعب. أحس إن هذا الشهر راح يكون شوية متعب لك، شوي فيه تغييرات، إنزين، ولكن تذكر هني الطاقات تقول لك أنت لا تحاول تتحكم بكل شيء عشان ما تتعب زيادة، تقبل اللي إيه وخليك مسترخي، إنزين. راح يكون فيه هني نوع من الطاقة اللي أيضا تهديك، طاقة شخص يأتيك من الماضي، حلم قديم، زين تسمع ممكن يكون صديق من أيام الطفولة، أيام المراهقة،
صديق عزيز عليك، أو يكون لا، يكون يكون شريك قديم. بعضكم هني أحس بطاقة أيضا كنتوا تنتظرون العدالة الإلهية تصير في شخص ظلمكم في السابق، شخص من الماضي ظلمكم. خلال هذا الشهر راح تأتيك أخبار عنه أن تحققت نوع من العدالة الإلهية، مثلا فشل في زواجه، فشل في مشروعه، عنده مشاكل صحية. أنت هني أحسك راح تكون شوية يهدأ بالك بسبب تحس أن في حقك انأخذ وحقك ما ضاع. أوكي.